عندي هنا احنا كنا وقفنا في الكلمات الكلاس اللي فات لحد سناكس اللي هي الوجبات. هنكمل race down. race down means يتسابق أو يأتي. crowded full of people مزدحم. the entrance اللي هو المدخل أو البوابة كلمة enter يعني يدخل، وال entrance النون منها اللي هي معناها gate or big door. عندي fast flowing water اللي هو stream of water أو مياه متدفقة. dessert sweets زي مثلا الابل بايز الحلويات. her face go had gone white. لما اقول ان somebody his face او her face had gone white معناه ان هو worried او not relaxed he needs some rest. carry on means continue. go on معناه يستمر. بقول لك carry on means continue. copy معناه to make something exactly the same او ينسخ. هي noun and verb. copy نسخة و copy ينسخ. عندي afterwards means later on فيما بعد. كلمة honest لحد حرف T معناها أمين. honesty الأمانة. ده هنا honesty دي noun. أما honest بس لوحدها ده adjective. ماشي يا حبيبي؟ تمام؟ ماشي. 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 عندي لما أقول come out of. أما أقول لك I come out of the school. I come out of the hospital. أنا خرجت من. Come out of a place معناه أنا خرجت من. Wait for somebody. I wait for my father. I wait for my mother. استنيت انتظرت حد. Look round means look left and look right. ينظر حوله. Look round معناه ينظر يمين أو شمال. عندي كل الميديا زي التي في راديو انترنت نيوز بيبر كل ده بقول معاه on. On TV, on the radio, on the internet. Laugh at معناها يسخر أو يضحك على شخص. Smile at معناها يبتسم لشخص. لما أقول angry with, I'm angry with somebody يعني أنا غضبانة منه أو زعلانة منه. Dream of يحلم. عندي بقى الفرق بين arrive at و arrive in. تعرف الفرق بينهم؟ ها. Arrive at يعني يوصل في يعني عند. هما الاثنين معناهم يوصل في. arrive at اقول arrive at the school. arrive at the school معناها نوصل مكان صغير. arrive at the airport يوصل الايربورت مثلا. اما arrive in بيوصل مكان كبير. اقول arrive in London. arrive in Paris. arrive in Cairo. ماشي يا حبيبي؟ يبقى arrive in a big place. arrive at smaller place. اوكي؟ ماشي. ماشي يا حبيبي. عندي بعد كده بيقول look down. لما اقول look down كلمة look الواحدة معناها ينظر. look down means ينظر أسفل أو يحتقر. يحتقر شخص. carry on لسه قايلينها من شوية معناها go on يستمر. fill something with something يعني يملأ حاجة بحاجة. أقول لك مثلا I fill the glass with water. مليت الكوباية بالمية. I fill the glass with milk. مليتها لبن. made out of مصنوع من. happy about سعيد بحاجة معينة. عندي بعد كده بيقول لي مثلا the 3 mile walk ان انا مثلا قعدت امشي لمدة 3 mile. a 3 mile walk يعني مشي او مسيرة لمدة 3 أميال. a short cut كنا خدناها الكلاس اللي فات معناها اختصار او طريق مختصر. عندي بعد كده his face go white او went white معناها ان وشه ابيض. ده معناه ان هو قلقان او مش مستريح في حاجه مقلقاه يعني. fast flowing water قلنا لسه قايلينها برده فوق معناها المياه متدفقه. do something wrong او do wrong يعمل something wrong يعمل mistake يعني او يعمل حاجه غلط. feel happy feel sad feel sick يشعر بحاجه. كلمه feel دايما بيجي بعدها adjective. اقول مثلا feel scared انا خايفه. I feel happy انا فرحانه. feel sick يشعر بالمرض. do a summer job يقوم بوظيفة في فصل الصيف. دو أجوب أصلا معناها يقوم أو يؤدي وظيفة. كنا خدنا برضو الفرق بين كلمة فريند وكوليج. قلنا فريند يعني إيه؟ فريند يعني صديق. صديق وكوليج هي دي كوليج ولا؟ لا دي مش كوليج. كوليج يعني الجامعة. أيوة عارف. كوليج دي الجامعة. تمام حبيبي دي كوليج. في حرف بس زيادة اللي هو حرف الإيه واليوم. تمام. كوليج اللي هو زميل. زميل بقى سواء زميل في المدرسة أو زميل في العمل. يعني مثلا أنا أكون مثلا شغالة مع حد وناس كتير معايا في الشغل
وبقول عليهم ان هم زملائي، بس مش بالضروره انا مثلا باخد ارقامهم او بكلمهم او بعزمهم عندي في البيت، لا دول اسمهم كوليج، يعني زملاء في الشغل بس. البيزنس او اللي كل اللي بيربطنا مع بعض اللي هو علاقه العمل او علاقه الدراسه. اوكي طيب ده كده ان شاء الله الكلمات دي تبقى حفظ، وهناخد الهوم ورك من نمبر 26 لحد الاخر. ماشي دقي؟ ماشي. طيب هنكمل، كنا مخلصنا. ايوه تمام. وما كنا مخلصناش الريرايت تقريبا، او كنا خدنا لحد نمبر 10 بس صح؟ ثمانية تقي، كنا خدنا لحد نمبر 10. ايوه ماشي نكمل. طب بص كده في كتابك، ها كنا خدنا نمبر 9 و10 في الهوم ورك، يعني كنا خدنا من 6 ل 10 في الهوم ورك. هبدا من اول نمبر 11. He sat we sat in the garden during that time a strong wind blew. طيب هنا عايز نستخدم when. طيب هنا اول حاجه when in the beginning ولا in the middle؟ beginning. لا middle. تمام. طيب هنا احنا قلنا بعد وين بيجي ال short action ولا long action؟ ال short action. جميل جدا، thank you so much. طيب يبقى يجي بعدها short ويجي قبلها ايه long and long action. طيب فين ال long action؟ ان احنا sat in the garden ولا a strong wind blow؟ long action sat in the garden. يبقى اقول we sat in the garden. No. احنا قلنا long action احطه في الباست continuous، يبقى we were sitting in the garden when a strong wind blow. Excellent, thank you so much. Again, say it again. We were sitting in the garden. Yes. When a strong wind blow. تمام، thank you so much. Again, at first I arrived at the station, then the train left. So I didn't catch it. خلي بالي. دي هتبقى في البيجينينج. ثانية واحدة بقى. هنا at the beginning تمام ماشي. بس خلي بالك بقى. وبقول لك first وthen. First then. يعني ال two actions ما دام قال لي first وthen يبقى في ترتيب، في order. مين اللي حصل الأول؟ الفيرست اللي هو I arrived. يبقى ده حطه في أنه tense؟ Which tense؟ ال Past simple. Perfect. Past perfect. بيحصل الأول بحطه في الباست بيرفكت. هاد والبيبي. تمام؟ والتاني أحطه في الباست إيه؟ Simple. Past simple. يبقى هقول بقى again when. أكتبها لك تحت هنا عشان تعرفها. When. Yes, when. When I had arrived at the station. At the station, إيه اللي حصل؟ comma. I didn't catch the train. لا هقول the train left. دي جملة أصلية عندي. The train left. وكمل بقى so I didn't catch it. ماشي حبيبي؟ ماشي. طيب again say it again. هنا انا عملت جبت الباست بيرفكت ليه، مع ان المفروض انه وين بيجي بعدها الباست سيمبل والباست كونتينوس. ليه؟ لان هو جايب لي هنا في ترتيب في الاكشنز، وانا قلت في الكلاس اللي فات بدل في ترتيب في الاكشنز، الاكشن اللي حصل نمبر 1 بحطه في الباست بيرفكت، والحدث نمبر 2 بحطه في الباست سيمبل. اوكي طيب يبقى اقول when I had arrived at the station comma the train left، واكمل واقول so I didn't catch it. خلي بالي لو قال لي I caught it او I caught the train، انا لحقت او عرفت اركب القطر، فهحط الاثنين في الباست سيمبل. فاهمني؟ ايوه ماشي حبيبي تمام. طيب نمبر 13 بيقول لي هنا ايه؟ نمبر 13 I arrived home. Yes. Then my father gave me a pocket money and left. تمام، خلي بالي برضو هنا قال لي اول حاجه I arrived home. Then my father gave me. Which happened first? Arrived home. تمام. يبقى احط هنا في beginning when. When I had arrived. تمام. When I had arrived in. When I have arrived. My. Home.
I arrived home. إيه اللي حصل؟ Come my on. father gave me تمام my father جميل my برافو. father gave me a pocket of money. كمل الجملة my father gave me بلا 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 لحد الآخر مش هغير فيها حاجة مش حبيبي؟ خلي بالك هنا برضو من حاجة معينة أنا لسه من شوية قلت لك arrive in و arrive here. طب هنا يا مس في arrive home اه لأن هوم مش هيجي قبلها حرف جر بقول على طول arrive home go home تمام؟ ما بجيش معاها أي preposition قبلها يبقى arrive home أو go home أو reach home تمام يا حبيبي؟ طيب اللي بعدها عندي نمبر 14 يا حبيبي as I was having my breakfast yes the phone rang تمام easy very easy as I was having the phone rang عايزني احط هنا when at the beginning تمام يبقى اقول ايه when I was احنا قلنا بعد وين بحط الشورت اكشن ولا اللونج اكشن الشورت على طول فين الشورت هنا phone rang ولا I was having phone rang بس كده يبقى when the phone when rang when the phone rang yes I was having my breakfast excellent thank you so much I was having my breakfast I was having okay وكمل البوم طيب عندي بعد كده بيقول لي I started to when it started I'm sorry it started to rain when he left home it started to rain when he left when he left home عايزني استخدم as soon as طيب خلي بالي بقى هنا تبقى في الميدل in the middle تمام تمام thank you هقول ايه بقى هنا when I left home لا it started to rain بس كده هشيل كلمة when واحط as soon as it started to rain as soon as he left home لأن الاتنين حصلوا في نفس الوقت ماشي يا حبيبي ماشي it started to rain as soon as he left home عندي number 16 number 16 before yes. he answered question he had read it well تمام after at the beginning اقول ايه بقى after I had read it well after he had read it well read ايه the question read the question هجيب well هجيب it في الاول ومش عارفه انا it دي عباره عن عايده على ايه يبقى after he had read the question well ايه اللي حصل comma he answered the question he answered it الاول قلت the question وبعد كده اقول it عشان ما اكررش نفس النوع تمام see it again after he had read the question well he answered it thank you so much طيب احنا برضو قلنا بعد after بجيب بعدها had والبيبي بعد after بجيب الاكشن number 1 and number 17 I wasn't paying attention I got hit by I wasn't while في الميدل while in the middle تمام while بيجي بعدها I got لا بيجي بعدها اللونج تمام يبقى اقول قبلها الشورت يبقى اقول I got hit by a car تمام by a car while I was playing paying at while I wasn't paying attention while I wasn't paying attention وانا لما كنت مش مدي او مش مركز في الطريق wasn't paying تمام thank you so much الجملة while I wasn't being attached. Thank you so much. طيب في أي حاجة مش مفهومة في الجزء ده حبيبي؟ لا تمام طيب ده كده احنا خلصنا يونت 3 تمام ماشي طيب